قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الشرخ بين بلاده والكتلة الأوروبية مستشعر، ردا على تحذيرات أطلقها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون محذرا من مساعي روسيا زعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية عن طريق التلاعب بشبكات التواصل الاجتماعي والتأثير على جميع الانتخابات. يتم استشعار عمق أزمة الثقة في الشؤون الأوروبية والظن الخاطئ عبر توسيع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي إلى الشرق والتدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية التي لم يسبق لها مثيل في الميزانيات العسكرية. ينبع كل هذا من عدم الثقة بروسيا. يتم إعادة تشكيل نمط المواجهة في الحرب الباردة بشكل متقطع. لم يفت الأوان بعد للتخلي عن زراعة التهديد الروسي الوهمي وتذكر ما يوحدنا.